subordinate conjunctions of results. احنا اخذنا انواع المنر انواع ال subordinate conjunctions بالمحاضرات بالساعات السابقة. اليوم راح نتكلم عن subordinate conjunctions of result اللي هي تدل على النتيجة. انا عندي نتيجة. طيب احنا عندنا that, such are used over that introduce result. That introduce results. فمثلا California is so beautiful that I am imagining staying in Austin. يعني هي نتيجة that or such. That أو such. طيب هذني هنا يدلون على النتيجة، ولكن الملاحظة المهمة والفكرة المهمة أن so لها قواعد. so تجي وراء صفة ثم ذات، يعني القاعدة الأولى للسو أن هي so زائدا صفة زائدا ذات. القاعدة الثانية للسو هي so زائدا adverb زائدا ذات. يعني إذا أجاني على سبيل المثال it was so hot that. إذا لاحظ أن so وراها صفة وراها ذات. إذا لاحظنا مثلا جاب ليها خربطة، مثلا قال لي so وراها ذات وراها hot صفة، هنا من خربطة الترتيب هاي غلط، إحنا لازم نرتبها ترتيب صح. مثلا قال لك so وراها adverb وراها ذات. مثلا عندك القاعدة اللي so so many و plural و that. يعني إذا جاب اللي بالامتحان so و many و adverb و that راح أقول له غلط، لأن ما يصير أحط so والmany والظروف، ما يصير، لازم so many plural زائدا that. مثلا هسهنا على سبيل المثال so many students. زين إذا جاب اللي بالامتحان so many student وقال له صحيح الخطأ، راح أصحح أقول له students حطها جمع مو مفرد. هذا هو مثال على الفكرة مارت هذا التمرين. مثلا so والfu plural زائدا ذات أيضا نفس الحالة، ممكن يجيب لي اختيارات. مثلا يجيب لي so زائدا fu زائدا fu زائدا much أو little وراها plural. قال لك اختار، احنا راح نختار الفيو لان الفيو يجي وراها اسم جمع، اما الماتش سو ماتش وراها اسم معدود uncountable اللي هو الاسم المفرد نويز، هاي مفرد ما تنجمع نويز، هاي مفرد. يعني اذا جاب لي مثلا there was so much students هاي غلط، ما يصير، لان الماتش يجي وراها اسم غير معدود ما نجمعه. A little أيضا نفس الحالة so a little uncountable noun وراها that. نلاحظ كلهم عندهم that، كلهم عندهم that، وهي القواعد كلها لازم نحفظها ونحفظ عليها مثال حتى نتذكرها. يعني هي بالأول وبالأخير هي لازم تحفظ بأنه هي المني، وأعتقد أنها سهلة، يعني والله هي مو صعبة أبدا، ما بيها كل صعوبة. يعني هنا عندنا ملاحظة يقول ال such تجي وراها a أو an that can be used in the following pattern. As such will a زائدا صفة زائدا noun زائدا ذات. يعني هاي قاعدة، يعني نحفظها، نحفظ ان as such ان as such ان الساتش يجي وراها او ان زائدا صفه زائدا ناون زائدا ذات. هاي نحفظها، نحفظ قاعده مالت هيك قاعده هيك. مثلا such a low grade that hid his exam paper. لازم نعرف انه على سبيل المثال يعني مثلا ثانيا قايل لي such زائدا adjective زائدا uncountable noun زائدا that. يعني هنا صراحة هواي ويخربطا
بس أني أنصح إنه نحفظها ونحفظ عليها المثال. يعني إذا حفظنا بأنه such وراها صفة وراها noun وراها that هاي سهلة. Such beautiful address that beautiful address. يعني هي صراحة دائما إذا تجيني الصفة في غالب الأمر وراها يجيني اسم في غالب الأمر، أو يجيني وراها ذات مثلا so adjective زادا ذات. مثلا هنا احنا نعرف بأنه الماني والأفيو، احنا أصلا الماني والأفيو يجي وراها نجمع، هاي قاعدة. ونعرف بأن الماش والأتل يجي وراها دائما اسم غير معدود، هذا الشيء احنا أوردي نعرفه، هذا الشيء أوردي احنا نعرفه. مثلا الماني وراء والفيو يجي وراها دائما اسم معدود، يعني هاي حتى ما تحتاج حفظ. إنه so دائما يجي وراها والفيو الماني والفيو دائما يجي وراها مجمع، والماتش والألتل دائما يجي وراها غير معدود، هذا الشيء احنا أوردي احنا نعرفه. يعني هذني أربعة خلاص احنا حفظناهم. وذني عندك هنا الساتش الأجكتيف زائد الناون هاي تنحفظ، والساتش والصفة وراها انكاونتبل ناون، أو الساتش وراها بلورال ناون اسم بلورال جامع ناون اللي هو اسم جامع. طبعا هنا عندنا مثال تمرين، هنا يقول combine the sentences so that، يقول هنا أربط الجملة ب so that. The line at the movie theater was long. We had to wait an hour. The line at the movie theater was so long that we need to wait an hour. هنا طبعا اذا لاحظ بانه اخترنا ال so long زائدا that so long زائد so وراها long صفة وراها ذات، إذا نلاحظ مثل ما نشوف. ثانيا the movie theater had such a long line that، أيضا وفقا للقاعدة اللي أخذناها. نجي هنا على تمرين تسعة، the theater was crowded we couldn't breathe. The theater was so crowded that we couldn't breathe. إذا لاحظ هنا بأنه theater اسم، هنا عندنا was so crowded that، إذن هنا so هي واحدة من الأدوات اللي ذكرنا عليها، و crowded اللي هي صفة وذات اللي هي وفقا ل so زائدا صفة زائدا ذات اللي هي هاي القاعدة الأولى صفة. ثانيا it was such a crowded theater. ثانيا راح ناخذ such اللي وراها a زائدا theater، نفس الحكي، يعني مجرد راح نلعب بالترتيب، وهذا الحكي كله موجود هو قدامنا. يعني مثلا the people sitting behind us talked loudly we couldn't hear. The people sitting behind us talk so loudly that we couldn't hear. احنا ايش سوينا؟ So loudly that. طيب ليش خليتهم بهذا الترتيب؟ شنو السبب اللي خلانا خليهم هيجي؟ انا عندي talked، ورا talked اخذت so، وراها loudly، وراها that. ليش ربطتهم بذات؟ لان انا عندي loudly ظرف الادفيرب، ولو اجينا على القاعدة المالت الظرف اللي هي so و adverb و that، so نزلناها ورا so أخذنا loudly وراها that نزلناها مثل ما هي. ونقدر نحلها، طبعا نحل واحد مرة واحدة، يعني ما يحتاج نحلها مرتين، ونقدر نحلها بطريقة أخرى people behind us were loud such loud اللي هي احنا استخدمنا such وراها صفة وراها noun وراها that اللي هي يا قاعدة اللي هي so دقيقة such loud such وصفة وناون such وصفة وناون وذات هاي
اللي هي هاي القاعدة، استخدمنا هاي القاعدة، بس هو بالحال عادة تستخدم طريقة واحدة، وأنا أفضل الأولى، أفضل الأولى لأن سهلة. هسه the movie was so exciting, exciting that we saw it twice. The movie was so. هنا استخدمنا so. ليش استخدمنا so؟ وراها وهنا عندنا صفة exciting وراها that. وراها that. نفس الحالة بالبقية. مثلاً هنا softly عندي ظرف راح أقول so وحط softly وحط that. So softly that. اللي وراها نفس الحالة. I was thirsty. I was so. Thirsty that. مجرد خلينا so وخلينا that. So that with thirsty هذه وين هي موجودة لأن هي صفة. لو كانت صفة ظرف كان استخدمنا مالت الظرف. نفس الحكي نفس النظام. مثلا so comfortable that. أيضا so comfortable with that. مثلا عندنا the movie was good. We have been telling all our friends to see it. مثلا هنا so good that نفس الحالة أنا عندي الصفة good was و good و that نفس الحالة ونفس النظام. متى هنا مثلا عندنا happy راح نخلي السو قبل الصفة وراها ذات بس لا أكثر ولا أقل، يعني أي شيء جديد ما راح يصير عندنا. هذا طبعا بالنسبة للتمرين التاسع. بالنسبة للتمرين العاشر with another student مع طالب آخر how homesick were you when you first came to United States. I was so homesick that I called home that I called home every day. مثلا هنا شنو الرايدة من عندي؟ I was so home. هنا يعني هو سؤال ويريدنا نجاوبه. وهذا الجواب يعني يريد نستخدم به هاي القاعدة. مثلا so homesick. So هي أداة وورا الأداة صفة وراها ذات. مثلا هنا such وراها difficult وراها test اسم زائدا ذات اللي هي اخر وحده اخذناها اخر قاعده هاي حسب القواعد اللي اخذناها قبل شويه. فهو سال سؤال اريدني اجاوب هذا السؤال ورا ما اجاوبه يريد من عندي بالجواب استخدم له هاي القواعد اللي اخذناها. فهنا نفس الحاله مثلا هنا مثلا مثلا هنا how bad did you feel last time you were sick? I feel so bad. أنا شعرت بالسوء أو بشكل لست جيدا بشكل ليس جيدا that I couldn't leave my bed. أنا إذا هنا خلينا السوء وراها bad وراها that. هيجي. نجاوب ونخلي نستخدم هاي الأدوات. نجاوب ونستخدم هاي الأدوات. يعني ما راح نسوي أي شيء جديد. مجرد نجاوب. وأنا برأيي واحد يقرأ بس الجواب. لأن ما معقول الأستاذ يجيب لك سؤال ويدك الجواب. وحتى إذا جاب لك عادي هو الجواب. أنت من عندك. الواحد يحفظ الجواب. يحفظ الترتيب مال الجواب. مثلاً I was so nervous that I couldn't. مثلاً بالامتحان يجيب I was such nervous that. أو يجيب لك I was so nervously سويها ضرب هاي غلط ما يصير هيك نقول أو حسب حسب القواعد اللي إحنا عندنا يعني إحنا شنو عندنا من قواعد مثلا how tired you are كيف أنت تعبان I am so tired that استخدمنا so وراها tired صفة وراها that يعني مجرد so أغلبها إنها ذيك يعني مثلا how hungry I was so hungry that I was so مثلا how much time I spent such so much time on it that يعني نفس الحكي ونفس السوالف كل شيء جديد ما عندنا اي شيء جديد. هاي الاسئله طبعا الجواب بيكون خار عام يعني مو اللي انت تجي تحفظ الجواب وتروح للجامعه يعني جواب عام هو مو شرط ان احنا نحفظ الجواب يعني حفظ اللي هو موجود يعني. طيب
خلينا ناخذ الـ contrast اللي هو subordinate conjunctions of contrast. الـ contrast اللي هي تناقض، وهاي مهمة صراحة، هاي مهمة شوي لازم نركز عليها، لازم نركز عليها، هاي اللي هي تعني التناقض، لأن هذا التناقض تجي بالامتحان والأستاذ ممكن يجيبها ويقارنها بشيء آخر من هاي الأدوات اللي أخذناها إحنا، أو ممكن يجيبها فراغ. طبعا اللي يدلن على التناقض اللي هن مثلا although و though و while و even though، أيضا عندنا even though while و in spite of the fact that، هذه كلها أدوات تستخدم للتناقض، هذه أدوات تستخدم للتناقض. طبعا أكيد إحنا عندنا أكيد عندنا قواعد وملاحظات راح نمشي عليها. أول ملاحظة بهذا الموضوع قايل subordinate conjunctions while can mean both contrast and time. هاي ملاحظة هنا شوي مهمة، والأساتذة ترى يحبون هيك أشياء، يحبون يجيبون على هيك أشياء وهيك مواضيع. يقول لك ال subordinate conjunctions while تجي للtime وتجي للتناقض، يعني ممكن تستخدم للتايم ممكن تستخدم للتناقض. شو راح نعرفها؟ أكيد من خلال سياق الجملة، من خلال سياق الجملة. مثلا while I don't like studying English grammar I know I have to، يعني بالرغم من أنني لا أحب دراسة القواعد إلا أنني يجب أن أتعرف أو لازم أن أعرف. إذن هنا تناقض، لازم اذا هنا يكون عندي تناقض. وطبعا التناقض دائما يحتوي على نفي، انا ملاحظ التناقض غالبا يحتوي على نفي، يعني وين ما اشوف تناقض هو يدل على نفي، واحده منفيه واحده مثبته. مثلا يقول I don't like، انا لا احب I don't like studying English، ما احب دراسه الانجليزي الا انني اجب، اذا واحده مثبته واحده اذا كان يدل على الوقت. I heard a strange noise، استمعت إلى ضوضاء while I was studying، بين ما أنت كنت أدرس. إذن هذا شنو؟ هذا وقت، بين ما أنا الوقت الذي كنت أدرس به أنا سمعت به ضوضاء، هذا بالنسبة لي الواي. طيب نجي عندنا هنا أيضا ملاحظة أخرى واللي هي تتكلم عن الكوما. كوما can be used before subordinate conjunctions although though even though while، هذين الأدوات راح نستخدم وياهن الكوما اللي هي الفارزة. I sometimes at the restaurant down street even though the food and the service are not very good. هنا احنا استخدمنا قبل الـ even though واحدة من أدوات الربط وخلينا جواهن الكوما، إذن الكوما نستخدمها قبل هذه الأدوات. And the spite of the fact that، إذن خلينا الفارزة قبلها. نجي على تمرين 11، نجي على تمرين 11، عندنا بهذا التمرين يقول rewrite each sentence using the subordinate conjunctions in parentheses. يقول اعد كتابة الجملة واستخدم هذه الأدوات اللي هي بين القوسين. مثلا there were many people in the world who are afraid to fly، هنالك الكثير من الناس الذين يخشون السفر. but هنا راح نستخدم even though. نجي هنا بهذا التمرين to fly راح نستخدم even though بدال البات، بدال البات. إذا لاحظ هنا there are many in the world who are afraid to fly but air travel is very popular even though air travel is very popular. يعني اسم التمرين الثاني although airline companies offer courses help to people to overcome their fears of flying few people know about their courses. هنا هو كاتب however وقال لي حط لي although، هاني
although استخدمتها طبعا بالبداية. طبعا كلمة although يعني يفضل أن تجي بالبداية. although يفضل أن تجي بالبداية. إذا استخدمت although بالبداية أني، ورا although شو استخدمت؟ airline companies وخليت فارزة. أنسى لا أنسى أخلي فارزة بين الجملتين، بين الجملتين although. وهذا ذكرته أني أصلاً بداية البارت، بداية البارت الرابع. شرحنا قلنا يابا إن هاي الأدوات إذا أكو أدوات إذا أجت بالبداية نخلي فارزة بالنص، وهاي الأرض طبعاً لأنها تفضل إنه يجي بالبداية حطينا فارزة بالنص. ثالثاً، one of my friend is very afraid of flying yet she still flies when she has to although. إذا though عفواً، إذا استخدمنا though في البداية وخلينا بالوسط فارزة، ولا ننسى إحنا عدنا yet، اليت حذفناها لأن هي كانت هي بديلة للذو، حذفناها لأن شون البات بالبداية لما كانت عندنا حذفناها عطينا even ذو، وهي هم مستخدمين أدوات، فأنت ريدك هو تستبدل هاي الأدوات بالقاعدة والكلام اللي إحنا أخذنا. مثلاً هنا despite of the fact that، أخلي الأداة بالوسط despite of that traveling، وأنزل الحل مثل ما هو بدون أي تغيير. طبعا هنا اذا لاحظ بهاي الجمله بالذات هو مستخدم الترافلنج، هاي الجمله الثانيه حاط ليها بالبدايه يعني مقدم. طبعا الادوات الربط هذني خصوصا ادوات الربط ذني نقدر نقلبهم عادي بدون تغيير المعنى، يعني المعنى ما راح يتغير بهم، ما راح نغير المعنى ابدا. يعني حتى بالعربي هذا الشيء عندنا، مثلا عندنا بالرغم من، اعطي مثال على بالرغم من. انا لا احب القواعد، بالرغم من ذلك سوف أدرسه. إذا استخدمنا بالرغم من ذلك راح نقلب الجملة بالرغم من أنني لا أحب القواعد إلا أنني سوف أدرسه. سوف أدرس القواعد بالرغم من أنني لا أحبها. إذا تقديم الظروف وتأخيرهم ما راح تقديم الجمل أو تأخيرهم ما راح يغير على تركيب المعنى. أهم شيء إحنا نحط المعنى ببان، يعني أهم شيء إحنا من نحل نخلي المعنى بين بحسباننا، يعني مو بس مجرد إحنا بس نقلب، لازم نحط المعنى، يعني لازم نعرف إنه المعنى مال الجملة هذه كذا. فمجرد إنه إحنا راح نقلب الجمل، ولكن يعني هسه هنا in spite of the fact، بالرغم من أن مثلاً هيك راح يكون معناها. That traveling by airplane is much less risky than travel. More people are afraid of flying than travel. نفس الحكي. تقديمهم وتأخيرهم لا يؤثر على تركيب المعنى. Despite the fact that، هنا راح أحطها بدال البات. أحدثها بالبات. راح أخليها وين بالبداية. Despite of the fact are not required still. هاي هنا الفارزة خليتها هنا pilots كذا. هسا واحد يقول لي زين استاذ انا ما اعرف الجملة الاولى عن الجملة الثانية، واضحة بها فارزة، ها شوف حاط فارزة هنا، حاط فارزة. My children love to fly nevertheless they rarely do. Even though my children love to fly they rarely do. مجرد احنا حطينا الـ even though بالبداية وخلينا الجملة مثل ما هي وانهينا الذي. طبعا عندي neverless هي علامة الربط القديمة، حذفتها وخليت بدالها الفارز. نفس الحكي بالنسبة لبقية التمارين، نفس الحكي هنا طبعا وين انزلها مثل ما هي I put even though، راح اخلي even though بالرغم من ذلك، وخليتها طبعا اكيد بعد الفارزة. انا عند هاي الفارزة اي وري افوت خليتها وراها ايفن ذو. دائما الاداة خليها يا اما بالبداية او خليها حسب المعنى،
واثنينهم صحيحات، اثنينهم صحيحات. بس انا مثلا هنا مثلا ما حاط لي، هو اصلا ما حاط لي يعني ما حاط لي اصلا جمل اداه ربط but وكذا، انا خليتها بالنص in the spite of the fact in the spite of the fact. انا احب السفر بالقطار traveling، القطار السفر بالطائره اسرع وامن، اسرع وامن. طبعا هذا هو بالطائره السفر بالطائره اسرع وامن. طيب هسه احنا خلينا بالعربي، خلينا بالعربي. انا افضل السفر بالقطار بالرغم من ان السفر بالطائره اسرع وامن. اقلبها بالعكس، بالرغم من ان السفر بالطائره هو امن واسرع الا انني احب السفر بالقطار. اذا احنا ايش سوينا؟ احنا مجرد احنا قدمنا واخر، يعني خليت اذا اخلي هاي الاداه في البدايه حلي صحيح 100%. اقول in the spite of the fact traveling by plane is a fast sibling I prefer، او اقول انا prefer to travel in the by plane in the spite of the fact that كذا كذا كذا. مجرد لا اكثر ولا كل شيء ما سويت ولا لعبت باي شيء جدي. طيب التمرين الاخر هذا عبارة عن تكملة، ولازم نخلي بالنا المعنى. Although I know it's necessary to take test، بالرغم من أنني أعرف بأنني يجب أن أخذ الاختبارات، هاي رقم 3 مثلا، الجواب راح يكون I am not so interested in it، أنا غير مهتم بذلك، أو I don't have money to do that، ما عندي فلوس حتى أقوم بذلك. إذن راح نكمل المعنى وفقا لهذا المعنى حكي. والحل طبعا هذا وينه، نقدر نأخذ له سكرين ونقرأ، أو إحنا نستخدم من عندنا عادي، أو نستخدم إحنا من عندنا. بس واحد يأخذ هنا الحل، يأخذ السكرين حتى يحفظ يمه ويقدر يراجعه بعدين. بالنسبة للتمرين 13 in the group of three make up story، هذا يقول لك استخدم قصة. يعني موضوع القصة ما أعتقد يجي، إيدك تستخدم قصة وتتكلم عن هذا الموضوع، لا أحسه راح يجي هيجي شيء، يعني إنه أنت تستخدم أدوات تحط بها قصة ما راح يجي عندنا احنا بالنسبه لهذا المنهج. هنا عندنا الـ sequence of tenses، راح نتكلم عن الازمنه شويه هذا الموضوع. In the sentences that contain independent and dependent clause it is important to be careful of the choice of the tense، ملاحظه مهمه، لازم نركز على الزمن من خلال ذول الجملتين. هاي ملاحظه شويه ركز عليها، يعني شلون؟ يعني يقول and the simple tense can be followed by tenses independent clause. I feel calm though I'm waiting for a dentist. I feel calm. إذا لاحظ هنا I feel calm even though. إذا لاحظ بأنه هذه الجمل الترتيب مالت الجمل، إذا لاحظ بأنه مضارع هنا بدأ بمضارع، بعدين أخذ هنا الـ I feel calm بعدين مضارع. هذا الحكي الأزمنة راح نتعرف على كل أداة وش وقت راح نستخدمها هسه، هذا مجرد منطق أمثلة. When the verb is independent clause in the past the verb supporting clause must be in the past. يعني إذا كانت عندك الجملة الأولى بالماضي الجملة الثانية لازم أيضا تصير بالماضي، هذا أول ملاحظة. إذن ما يصير أنا أستخدم جمل كيف ماضي ماضي. مثلاً I ate أيضاً هنا was، إذن أنا لازم أستخدم ماضي بماضي، مضارع بمضارع، هيك يعني مستقبل بمستقبل، يعني لازم الزمن يكون متساوي، يكون الزمن متساوي. ساعدنا بهذا التمرين I eat، هنا لاحظ eat بلايك. I eat every night because I have always liked. هسا واحد يقول هاي استاذ مو ماضي، لا هاي مو ماضي، هاي مضارع، مضارع تام. الهاف هذا مضارع، هذا مو ماضي، انا عندي مضارع بمضارع. طيب ممكن يكون عندي they are disappointed، هم كانوا مأيسين
because will lived will have lived. هنا استخدمين مستقبل مستمر. طبعا ليش مستقبل مستمر؟ خلينا نكتب ملاحظة أن المضارع المستمر يمكن أن يأتي مع المستقبل. ملاحظة مهمة، المضارع المستمر هو أصلا حتى المضارع المستمر يدل مرات على المستقبل. يعني على سبيل المثال إذا قلت I am leaving next week، أنا مغادر في الأسبوع القادم، إذن هذا مستقبل. إذن المضارع المستمر ممكن يجيني ويا المستقبل. نكتب هذه الملاحظة. ممكن يجيني الباست بروجريسيف الماضي المستمر مع المضارع البسيط. هاي الملاحظات ترى كلش مهمه. ممكن يجينا الماضي البسيط مع المستقبل مع المضارع البسيط، يعني ماضي مستمر مع الماضي البسيط. بس احنا لازم نركز، هاي كلها قواعد، هذه كلها قواعد. مثلا الفيوتشر ويا المضارع يصير، الفيوتشر ويا المضارع يصير. هن تقريبا كلهن يصير، خصوصا المضارع والمضارع والمستقبل، مستقبل مع المضارع. لان بالانجليزي مو مثلنا عندهم الامر، فعل الامر يختلف عن فعل المستقبل. لا، بالانجليزي الفرق مو كبير. يعني عندهم المضارع، حتى عندهم المضارع البسيط يستخدمونه للمستقبل. يعني مثلا she left this month، هي تغادر هذا الاسبوع. يعني اذا المضارع ممكن يستخدم للمستقبل بالانجليزي. بس مثلا انا ما شفت مثلا ماضي مستمر ومضارع مستمر، ما شفت هيك مثلا ماضي مستمر ومضارع مستمر، هيك ما شفت. يعني بس الحكي اللي موجود قدامنا يعني. هذا الشيء، هاي مثال نقدر نستفاد من عنده. مثلا قال لك مضارع بسيط، بس انا ما شفت ماضي ومستقبل، ما يصير مثلا الماضي ومستقبل هيك ما يصير. يعني فهو مثلا مضارع ومستقبل يصير، ماضي مستمر ومضارع يصير، اللي هو الباست، لان هذني قريبات، هذني قريبات بالمعنى. بس ما شفت ماضي مستمر ومستقبل، يعني ما شفت هيك بالتمرين هذا. يعني مثلا هنا مستقبل ومضارع، حتى هنا مثلا قايل لي فيوتشر مضارع مع مستقبل مع مضارع، مستقبل مع مضارع. I will I haven't، إذا I will مستقبل، هاي I have، إذا هاي يصير. يعني لازم نركز ببالنا هيك. هنا قايل لي جد الخطأ، خلينا نكتشف بتمرين 15 الأخطاء، وهاي الأخطاء راح تساعدنا كلش. طيب التمرين الأول، we can have partly we can have the party in the apartment next week the came. طيب هنا قال we can have present، شوف هنا قال my parents came، هذا الخطأ. هنا I can، هذا مضارع I can have، اللي هو can هو فعل ناقص، حال could والshould والwould، هذا من ذن أفعال الناقصة، وهنا حاط ماضي، هذا خطأ. شلون نروحهم بعدين؟ اكو شغله، هو قال next Saturday، من قال لي next Saturday هاي شنو معناها؟ من قال لي السبت القادم، اذا هذا عرفتها بانها مستقبل. اذا راح اقول the parents will come، will come، ما راح اقول هاي الجمله came، ما حط ماضي، لان will next مستقبل. الجمله الثانيه، الجملة الثانية قايل I didn't، هاي ماضي. هنا ايش قايل is، هاي غلط، لازم اقول was. انا صراحة انصح الطلاب دائما يستخدمون ازمنة متساوية، ماضي ماضي، مضارع مضارع، يعني هيك. هسه مثلا هاي الجملة I was، حاط هنا was so good، I have قايل لك هنا الهاد. مثلا هنا our hand is never mind، هنا قايل لك الوير، حط ار. ليش ار؟ لان عندك مضارع never mind، هاي الشخص الثالث. فالصراحه يفضل انه نخلي الازمنه متساويه، صراحه يفضل انه نخلي الازمنه متساوي او قريبات جدا. مثلا مضارع مستمر مع المستقبل ممكن. يعني مثلا هنا شوف
هنا مثلا هنا نيو اور نيف فورس باريتي became هاي ماضي، هو قال هنا ليفس راح نسويها ليفت. اذا نصيحه نخلي الازمنه متساويه حتى ما نوقع بمشاكل. مثلا الار يصير وير، ليش وير؟ لان هنا عندي نوتس ماضي. اعتقد الموضوع جدا بسيط، الهاز صار هاد لانها ماضي. شلون عرفناها ماضي؟ ماي روم ميت فاينلي جوت، هاي جوت ماضي، هي مضارعها جيت والى اخره. موضوع بسيط صراحه، موضوع بسيط ابدا مو صعب. مثلا عندنا تمرين 16، بس مثلا عندنا تمرين 16، انا عندي تولد، انا عندي تولد، التولد علم دلاله على ايش؟ دلاله على المضارع لو على الماضي. طالما انا عرفت التولد هي على الماضي، اذا راح اكتب جمله هنا على الماضي. هاي التمرين 16 من اريد احل، راح اقول بتمرين 16 على سبيل المثال we like to، لانها ماضي. نفس الحكي I was، I had هنا I had studied، هاي ماضي، I had studied ماضي تام. I answered هاي ماضي، is even didn't هاي ماضي، could هاي ماضي، I have هاي مضارع، I had. يعني هذا الحكي كليته وهذا الحل قدامنا، هذا الحل قدامنا. هاي من الواحد للستة، وهذه عندنا من الستة للعشرة، هذا الحل كله قدامنا. هنا I had ماضي، هو قايل couldn't ما قايل كان، قايل couldn't. موضوع بسيط كلش والله، يعني ما اعتقد به اي صعوبة، يعني اي صعوبة ما راح نواجه به. طبعا تمرين 17 هذا ما نحتاجه، هذا عن قصة وريدنا نتكلم عنها، هذا هيك شيء مو مهم، هذا كليته، هذا قصة، ما نجيب لك قصة وتحلها، لا هذا الشيء ما. تمرين 18 خلينا نشوف، يقول combine sentences using correct، اربط الجمل باستخدام أزمنة صحيحة. بالنسبة لتمرين 18 هنا she drove carefully complete، هنا was ماضي، بالحل ايش قايل عندي هنا؟ قايل drove. ليش؟ لأن عنده was ماضي. Because she came، لأنها جاءت، هاي أربعة مثلا، أربعة إيش قايل اللي بالحل هنا؟ her father didn't. إذا نلاحظ ماضي مستقبل مضارع، نفس الحكي ونفس السوالف، كل شيء جديد ما عندنا، مجرد تمارين نقعد نقراهن ونترجمهن ونحل جملة جملة، ونحاول الجملة الغريبة نحفظ المعاني مالتها ونسيطر عليها. يعني ما عندنا أي شيء بهن صعوب إن شاء الله، ما بهن أي صعوبة إن شاء الله.